Hi. Surprise, shawty! سلام. هاي 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 سلام، كديري لاباس بخير؟ توحشتكم بزاف بزاف بزاف. عرفتي شحال توحش انني نهضر في يوتيوب؟ like it's been a long time since I made a video، وهذا هو السبب علاش ما كنتش كندير فيديوهات. So هتقولي لي شنو هادشي؟ كيفاش؟ like نهار كان فيديوهات شوية ما كان والو شوية. Okay, let's explain everything to you. Well, today I decided like to wear the hijab. Let's tell you my story. علاش وكيفاش وكيفاش جاتني أنني جرأة باش ندير الزيف. دريم كنحبش نهضر بجدية مرة. Year ago إلا جيتيني لايك غير في 2020 2021 وقلتي لي بلي well we am راك في 2023 غادي ديري الصيف، غنضحك عليك. وعادش تشيقك، عرفتي علاش؟ حيت كنت كنقول والله ما غندير الصيف. لايك ماي مام يوست تو تول مي فوقاش غادي زعما هديكم الله وديروا الصيف وادي وادي. انا كنت كنقول والله ما غندير الصيف، نقدر نديرو فاش نتزوج. كنت كنقول بحال نضرب من راسي. المهم قلت لي راه لايك ملي تقربي ديري 20 عام وديري الصيف I will not believe you. العام اللي فات انا ما عمري ما كنت كنصلي، انا كنت يهودي، انا كنت مسلم غير بالسميه، ما نكذبش عليكم. بالعام اللي فات ما كنتش كنصلي مره، كنت غير كنصوم بلا ما نصلي. مهم مسلم بالسميه شحال من اي واحد، وكان عندي الباك as you know. هاد النهار مالي ما بيا، كنت سهرانه، كانت الفجر، كانوا ايامات الاولى ديال رمضان، وما لقيت ما ندير، بقيت تنقلب كيفاش نصلي. وهادي كما قلت لكم انا مسلم غير بالسميه يهودي، ما كنت عارفه كيفاش زعما نتوضا مزيان وكيفاش نصلي وشنو شحال خاصني نصلي في الصبح والعصر والفجر اكسيتيرا. المهم قلبت بديت نجرب نصلي، صليت اليوم، غدا بعد غدا وانا بديت نتعلم شويه بشويه، وكنت كندير يا ربي نجحني يا ربي. وراها صافي لايك نجحت، وقلت لا ما غاديش ندير نفس الغلط اللي كيدير شحال من واحد، هو انه فاش صدر بك يقبل ليه داكشي اللي بغا صافي تي سيو، على ما توقع مصيبه اخرى من جانبك. دونك قلت غادي نحاول انني نشد في صلاتي، ويا وذ تايم لايك كيفاش انه الواحد كيتبدل، وكيفاش ان الصلاه تنهي عن الفحشاء المنكر. اول حاجه هو انني ما بقيتش كنحمل داك الحوايج ديالي لايك هاف نيكيد يو نو. بديت نمسح هذوك التصاور اللي كيجيوني شويه ما هماش، وخليت شي حوايج بحال كانوا عندي تصاور بيكيني حيتهم. لايك فريمون فاش ربي كيبغيك تيبعد عليك اي واحد، داك الصحاب وداكشي كامل كلشي بان وجهه، زعما بقيت غير بوحديتي غير انا واختي. هادشي كامل مور ما بديت نصلي، يعني يو نو لايك سيدي ربي كيعطيك تيست باش يشوف واش فريمون زعما ار يو ريدي ولا لا. من وراها مبقيتش كنحمل نشوف زعما راسي بهذوك الحوايج بحال هكاك، ولا فاش كنكون خارجه فاش كيشوف فيا شي واحد ابر زعما نقدروا ندوزوها. شربت الماء فاش يشوف فيك خير دري عزري، ولكن كان كيضرني خاطري فاش انني كنشوف شي واحد هز ولاد ولا مع مرتو كيبقى يشوف فيك نقول و تايم مبقاش كيعجبني انني نلبس. وليت اي ستارت تو كفر اب ا ليتل بيت، هبطت في الفيديوهات، اي فيديو زعما كيبان فيه ستري كنبان فيه شويه زعما عريانه مسحتهم. و تايم نهار ما عليا ما بيا فقت، و اي واز لايك هادشي في الصيف ديال العام اللي فات قلت غادي ندير الصيف، انا اي واز لايك كيفاش غادي ندير الصيف. المهم هكذا فهمتوا هذيك الرغبه ديال انني ندير الصيف، بدات كتشدني داك الفكره فريمون، ما بغاتش تحيد ليا من راسي مره 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 بكثرة ما كنفكر فيها. احلامي زعما الاحلام اللي كنحلم، وليت كنحلم براسي داير الصيف، ما بقاش بغات تحيد لي. قلت ماما ماما بغيت ندير الصيف، وهادي تقول لي غادي تحيديه فهمتوا، فكري شويه. وهي زعما تقول لي والله ما غاديش تقدي عليه، غادي تحيديه وهادي وهادي. وكنت سولت الاء اللي ماشي الاء، كنت قلت لها مع هي داير الزيف، وبغيت ناخذ زعما ادفايس فروم ا فريند. قلت لها الاء بغيت نهضر معاك هادي، بغيت ندير الزيف. تقول لي نفس الهضره اللي قالت لي ماما، قالت لي خليتي تكوني حاسه براسك موجوده 100% و البلان ديال يو ويل بي ريدي زعما 100% ما عمره ما غادي يكون. علاش؟ حيت فاش كنتقاد كنشوف راسي شحال كنبان زوينه، كيفاش كنبان في حوايج مزيرين، كيفاش كنبان في حوايج زعما اللي كيبان فيهم ستري وكيبان فيهم اكسيتيرا، عارفه راسي ما عمري ما غنكون 100% واجده.
like هذا البلان ديال البنات الا غير انها الفكره ديال الزيف تكون عندكم في دماغكم عرفوها it's a sign from Allah سبحانه وتعالى، يعني غير باش تطيح في بالك هاد الفكره عرفوها راه اشاره، ما كايناش 100% ما عمر غادي تكوني واجده 100% حيت النفس اماره بالسوء والشيطان غادي يبقى يوسوس لك. وكيفاش غادي تشوفي راسك انك زوينه بلا زيف وبحوايج مقارنه بالزيف لايك يو ويل نيفر بي ويذ، يعني حاولوا انكم تديو النفس ديالكم بالطريقه الصحيحه. و اي ويل نيفر جادج سامبري حيت علاش ما عمري غادي نحكم على شي وحده. البنات اللي كيلبسوا بحالي ولا كيلبسوا كفاس مني حيت حتى شي واحد ما كتعرفوا في دماغه كيفاش تيكون وكيفاش باش يحس، وانا كنت كنصلي وهذا وهذا اكسيتيرا ولكن كنت كنلبس، يعني ما بقيتش كنحكم على البنات اللي كيلبسوا ماريين. رجعوا الموضوع هنا، كنت هادشي في الصيف كنكون غندير الزيف غندير الزيف غندير الزيف، بقيت كنقلب على في بينترست اوتفيتس بالزيف والبنات اللي بالزيف وهذا وهذا، ولكن زعما ما كنتش واجده كيف ما دابا. كنت كنبقى فاش كيأذن كنصلي كنبقى نشوف راسي بالزيف وكنبقى نقاد راسي بالزيوف وكيفاش تيجيني، مره كنحس براسي زوينه مره كنحس براسي خايبه، وهذيك الافكار كيف العاده راه ما نكذبش عليكم ديال ولا درت الزيف نقدر ما نبقاش نعجب حتى شي واحد كيف ما كنعجب بنادم دابا، وكيفاش كيبقى بنادم يشوف فيا فاش كنكون خارج ما يبقاش نفس البلان فهمتوني، ولا ما بقاش باغي نتفرجوا في فيديوهاتي ولا ما بقيتش زعما كنلقى السبورت اللي كنت كنلقاه قبل، وكيفاش ولا ما بقيتش كندير لي كولاب ولا ما بقاش باغيني كولاب معايا او اكسيتيرا، ولا ما بقيتش كاين زعما نخدم فهادشي ديال السوشيال ميديا حيت غنكون دايره بزاف هكا بزاف ديال الافكار بداو كيطيحوا لي على راسي. مهم داك الوقيته الافكار داروا عليا قلت صافي نساي السوجي، حاولت نساي ان ندير السيف حتى شهر 8 شهر 9 شهر 10، واخا هكا كانت داك الفكره ديما في دماغي راه ما يمكنش ما كانتش كتحيد من دماغي لدرجه كانت كضرني في راسي كثرت ما كنفكر فيها، يعني مور الصلاه فاش كنخرج وما بقيتش كنشوف البنات اللي دايرين السيف كبنات دايرين السيف، لا كنت كنقول يا ربي انا نكون في حالهم يا ربي تعطيني القوه وديني الطريق الصحيح باش نكون في حالهم، ما كانش غير بنت دايره السيف كنبقى نشوف في حوايجهم وكنبقى نشوف في ستايل ديال السيف ديالهم. وفاش كنت كنمشي للقرا انا عندي زعما في الجروب اللي كنقرا فيه البنات اللي دايرين السيف كثر، وهذوك اللي ما كيكونوش دايرين السيف قليل فاش كيكونوا، كنبقى نشوف في راسي انني انا المختلفه بوحدهم عليهم. في الاخر ديال شهر 12 بديت كنقيسهم وكنسقلت ليا الاء حاولي انك تخرجي بالسيف قبل ما تبغي ديري، دونك هادشي بقيت كندير مؤخرا وكنشوف انه زعما ما كاينش فرق، بالعكس انا كنحس براحه اكثر حيت ما كيبقاش بنادم يشوف فيك داك الشوفه ويبقى الدراري كيتبسلو، خا هادوك كاين واحد النوع الحمير وما خلاهمش على خاطرهم، ولكن اتس نوت ذا سيم كيف ما كانت من قبل، كنحس براسي انني فرح وعجبني راسي وانني غاده ومخليه سيدي ربي انه راضي عليا. و اي هاف ديسايدد لايك باش نديرو بلي راه اتس نوت ان ايزي ديسيجن، خصوصا بالنسبه لي انا اللي زعما انفلونسر داك التخربيق، كاين شي فيديوهات اللي زعما خدمت عليهم بزاف وجامعين بزاف ديال الفيوز وانا اللي خاصني نمسحهم ودي بوست في انستغرام لي زوينين وخاصني نمسحهم والهايلايت خاصني نمسحهم والتيك توك خاصني نمسحها وخاصني نقول كاع صحابي اللي عندهم شي حاجه مسحوها معايا. لايك اي واز فريمون ا فيري فيري هارد ديسيجن تو ميك، ولكن واحد النهار مع ديما بيتك لقى راسي كنمسح داك الشيء زعما اللي ما هواش، وانا مازال ما درتش الزيف حتى ما عرفت لك اتس جيتين ايزير ويز تايم. البنات اللي نقول لكم واحد الحاجه هي عفاكم ما تبوستيوش شي تصاور اللي ما هماش زعما بغيتي تلبسي لايك شورت سكيرت كسيوه ولكن عفاكم ما ديروش نفس الغلط ديالي هو انكم تحطوا شي تصاور اللي ما هماش، حيت اي حاجه كتحط في السوشيال ميديا ما كتمسحش، وعطاهم الله بنادم اللي خايب وغادي زعما يبغي يبين البنادم شوفوها كيف كانت بلا زيف وهادي وهادي، وانا عارفه هادشي يقدر يوقع ليا ويا ربي لا، وحتى الا وقع ليا زعما فريمون اي ويل نيفر فورجيف ذيس بيرسون. ما يمكنش انكم تحبسوا من السوشيال ميديا هذه معروفه وما تحطوش في السوشيال ميديا، ولكن لايك بي كيرفول شنو كتحطوا باش الا مشيتوا تبدلتوا شي نهار ما يكونش عندكم هذاك الشيء اللي كنتو كديروا من قبل زعما ندم يبقى معاكم ديما وتحسوا به. هادشي بغيت نقول لكم، وجدت راسي انه كاين واحد النوع ما الناس ما كيشوفش داك الجانب ديال انك حاولتي تقرب من الله وحاولتي انك تحي. بالنسبه ليا هو زيني وشعري اكثر الحوايج اللي كيعجبوني في راسي، ما كيشوفش هذيك سميتو كيشوف غير الجانب ديال ما لبسش شويه مزير عنقك تيبان الى اخره. وانا ماشي مثال، انا بالعكس انا بزاف البنات تيبقاو يجيو عندي على داك لي بوست كنبقى نحط في انستغرام ديال
تيلدين وحتى في تيك توك تلقى شحال من حدا جات عندي قالت لي موتيفيتيني انني نبدا نصلي وسميتو وصيد ربي لي عالم ان هادشي شحال كيخليني فرحان حيت كنشوف راسي وليت زعما انسان لي لايك ا جود بيرسون اللي كان انفلونسي البنات خصوصا البنات الصغار على شي حوايج زوينين مش انني ندير شي حوايج خايبين زعما قلت لكم الا كنت زعما لابسه في شي حاجه مياش انا كنحاول لايك ام تراين تو بي بيتر اند بيتر اند بيتر اند بيتر مع الوقت حيت راه ماشي لايك ديسيجن لي ساهل راه ماشي ساهل مره يعني انك كتكوني كتخلي على بزاف الهوايج all for the sake of Allah الحمد لله ويا ربي عوضني واللي بغيت نقول لكم هو راه انا عندي بزاف الحوايج كاين اللي فيهم معري غادي نبقى نحاول انني هذاك العيبه البيسه ولا الحاجه اللي ما هياش نحاولها ولكن مع الوقت غادي نبقى نتبدل ولكن دابا راه ما عندي كندير انني نرمي داك الحوايج كاملين ونشري حوايج كلهم لايك مودست ام نوت ا بليونير او مليونير ام تراي ماي بيست سو لايك بليز تراي لايك تو بي نايس تو مي وحاول انكم تفهموني خباكم اصلا اكثريه اللي نتوما اللي فولوني الناس اللي فريمون زوينين قليق 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 فين كنلقى زعما لي كومونتير لي نيجاتيف و تشيش كنقول لكم بصح ويا وكنت كنقول خلي زعما صافي غير خلي غير الشهر الجاي خلي غير السمانه خلي حتى العام الجاي ولا خلي غير زعما حتى تخدمي زعما حيت كيف ما عارفين حنا بلاد مسلمين غير بالسميه ما فهمتش الا بغيتي تكوني بوليسيه ولا بغيتي تكوني بزاف د الحوايج ما خصكيش تكوني دايره الزيف علاش والشيطان والموسوس كيوسوس عليا وغير خلي دابا الا شافوا ما غيبقاوش يشوفوا الدراري كيف ما كانوا كيشوفوا فيك من قبل وما غاديش تبقاي ديري هادي وما تبقايش ديري هادي وخلي غير تخدمي ولا درتي السيف ما غاديش ولا مشيتي سكنتي على برا بحال غطيح عليا انا هاد الفيزا باش مش بزاف ديال الاعذار كنقلق على راسي ممكن نشوف فين ما كنبقى نهبط في تيك توك بقى نسكرولي في تيك توك سميتو كنبقى نشوف كنبقى نشوف ما تنقول بغيت نكون في حالهم يوم تنقول صافي غنديروا الغد ليا تنقول لا ما نديروش خليت ولكن جيت نفكر هو ولا مت ولا ما صبحتش ولا زعما الا مت على انني نديرو ان ما درتوش وغادي نخلي موراي بزاف ديال الذنوب ديال بزاف ديال التصاوري انا عريانه وهذه وهذه باقي لدابا باقي لدابا انا عارفه راسي دابا غادي نمشي وغادي نشوف وغادي نقول ناري عندك نكون ندم سوا بزاف غادي تجي بزاف ديال الاوقات وغادي ندم فيهم انا عارفه وصدر بي غادي تيستني واش بصح تبت ولا لا انا عارفه بزاف اللي واش يسينوني صعب ولكن ديو معايا انا يكون سهل عليا هاد الطريق واللي بغيت نقول لكم وانا عارفه بزاف ديال البنات هاد الوقيته سبحان الله لايك اي فيل ما بقى لي والو حتى القيامه حيت كيفاش بزاف ديال المسلمين رجعوا للدين ديالهم اتس كريزي شحال من بنت باغي دير الزيف وشحال شحال شحال ولكن ما قادش بغيت غير نقول لك انا زيني اكثر حاجه عزيزه عليا والله فريمون شعري كيفاش شعري زوين وكيفاش دغيا كيطوال مقطعو سميتو اكثر حاجه كتعجبني ولكن خاصك تعرفي بلي ان الدنيا راها غير تيست مجرد ان الفكره تكون عندك في دماغك لك تراي خرجي من الكومفورت زون ديالك وما عرفتي ان هادشي اللي كتحسي به هو انه تضربي باش يردنا الطريق حيت ما بقى والو مسوسكي لانها تعرفي بلي الا من ديك الناحيه ديال الزواج ولا من ناحيه ديال لايك ريليشن شيبس والخدمه والفلوس عرفي اي حاجه راه ديجا مقدره لك يعني وسيدي ربي بالعكس عاد غادي يعطيك داكشي اللي كتمني الا قربتي لعندو عارفي الا قربتي صدر ربي غير شويه بحال هكا غادي يقرب لك يقرب عندك بحال هكا و يا زعما اي بنت دابا كتفرجي فيا وعندك فكره فكري مزيان حيت ما عمرك ما غادي تكوني 100% واجده انه غير الفكره ديال تكون عندك راه صدر ربي كيبغيك وبغاك تقربي لعندو وهادشي اللي بغيت نقول و يا اي ويل ميك فيديوز ما غاديش نحبس من يوتيوب علاش حيت نتوما عارفين كنت قلت لكم في الفيديو الاول بلي يوتيوب هو دريم ديال الصغر ديالي وكيعجبني انني نصور فيديوهات وحتى بالنسبه لتيك توك وبالنسبه للانستغرام داكشي اللي كندير غادي نديرو بالزيف وباحترام اكثر وصافي وخاصكم تعرفوا بلي ان الزيف راه دايره قبل ما ديريه لراسك وقبل ما ديريه الناس اللي دايرين بك وقبل عارفي بلي انك دايره الله وهذه انك تساكريفاي البيوتي ديالك على ود ذا سيك اوف الله اتس سمثينغ سو بيوتيفول اند ام سو براود اي وحده شحال فرحانه كيف ما فرحانه لراسي انها كل وحده كتقرب الله غير بالصلاه في الوقت ولا بدات تصلي ولا بدات تقرا الاذكار ولا تقرا القران من الجمعه للجمعه ولا قبل ما تنعس لك فريمون راه ذيس از سو بيوتيفول
وفريمون كيفاش بنادم تيتبدل راه حاجه زوينه بزاف. و يا نتمنى هذا الفيديو يحرك فيكم غير شويه انكم تراجعوا ريوسكم، والله يدينا كاملين لطريقة الله. ويا تهضر مجد منو بيمكنش هرتي تلقيت مع راسي من عامين قبل، انا ما يمكنش نطيق بلي انني انا اللي كنقول. انا صافي اي لاف يو، بسلامه بسلامه. وقولوا لي واش الى عاقلين على الفيديوهات القدام، واش بغيتوني نعاودهم ولا ندير وحدين جداد ولا نخلط بيناتهم. وانا بغيت نبقى ندير لكم توتوريالز ديال الحجاب، وعرفوا بلي هاد الوقيته هي اكثر وقت انا محتاجه السبورت ديالكم، حيت تبدلت شي تغيير اللي زعما ماشي ساهل. و يا اي لاف يو سو ماتش. Bye.